مردوس حبيبتي بس انا جاي من الشغل ودوختوني بس تصيحون شلون اشرد بغير بيت؟ بابا احنا من نطلع بالشارع ما تخلينا ومن نطب للبيت نلعب صيح علينا. ما يخالف حبيبتي العبوا بس بدون صياح، انا راسي وجعني بس توني جاي من الشغل. عافية حباب. بابا خلينا نلعب بس صيح فقيرات. اكلتني وشربتني بلساناتهم كل هالدوخه هاي وتقولين فقيرات لعد الوكحات شلون يصيرن؟ خلنا نتناقش شويه خوات بهذا الموضوع. اقلتشن بنات خطيه بابا يريد ينام خل نسكت. البنات بابا حبيبي نام لان انت تعبان وانا ما اخلي خواتي يطلعن صوت. اكيد نرجوس مو فيك اليوم مو ورا صوتك فيز. حتى اللي تشوفه أمه ضاع عنيهم. تنوري تنوري تنوري. بابا نام. إيش؟ إيش تستنى بابا نايم؟ جيبات شنو تطلع صوت؟ خلوا قف حارس على بابا عمود ما حد يطلع صوت. هذا ايش فيه ينبح؟ المعود يسكت لك قاعد بابا. ايش ايش ممنوع تحكي ما فاهم؟ بابا نايم. ايش؟ من انا بالتليفون نسيح. قلت لي معودات سكتن بابا نايم. ايش هالحلتك؟ ايش ممنوع تحشن؟ ادو جلال احكي هندي. طيب يا بابا يتعب على مودنا وهو يجي تعبان واحنا نزعجه بالزايد. لا صيحة عافية اسم ممنوع تحجن. اجاء البنات بعد ما اريد الصياح. كن شوي تيفون ما معلم عباس تدل عليك بابا. وين خلي بابا نايم. ايش زين سجن تخت فوق لأن خطية الأب يتعب على مودنا يدارينا. ليش تزعج خطية؟ فمتابعيني أتمنى من هاي رسالتنا ممنوع تزعجون الأب خطية. بابا بابا اقعد اقعد بابا بابا اقعد اقعد. شكو شكو بابا خلاص طلع صوت ما خليتهم. الشلب طلع صوت ما خليته. عمودته تبقى نايم ومرتاح وما حد يقعدك. ها شلوني ونرجو سمو لفتاء ما تحتاج. في بابا مكبر الموضوع فوق ما خليت ما حد يقعده. هو هذا اللي يسوي زين. خلوا لايك واشتركوا بالقناة لايك قاعد يقتلني.